السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. اليوم هنبدأ شرح أول درس من دروس المنهج الجديد لكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثاني. العام الماضي كان عندنا منهج UAE Phonics لأول مرة، كان في الصف الأول. هنكمل السنة دي كمان نفس المنهج ولكن في Grade 2. زي ما قلنا إن المنهج بيتكلم عن صوتيات الحروف أو صوت الحروف. زي ما قلنا، أول درس بعنوان Phonics Review، هنراجع على الفونكس، على أصوات الحروف. أول Activity 1 المفروض هيكون معانا مقطع صوتي. المقطع مش معانا ولكن Listen and circle the correct sounds. المفروض هنسمع ونعمل دائرة على الصوت اللي في المقطع الصوتي. عندي Number 1، هراجع بعض الأصوات. أول صوت ج ج، حرف الجي بينطق ج. في البداية بقول زي دي خفيفة كده، بقول ج ج. تاني صوت ي ي اللي هو حرف الواي. خلينا نلغي خالص اسم الحرف وننطق بس الصوت ي ج ج ج ي ج. نمبر 2، طبعا احنا ما عندناش المقطع الصوتي فهنقرأ بس الأصوات. نمبر 2، أول صوت ف ف او ف، بعدين ف اللي هو حرف الف. نمبر 3، وده من اكتر الاصوات الاطفال بيغلطوا فيه، بينطقوه ب، عشان كده هم حاطين الب والب جنب بعض ب ب. والصوت الثالث د، كمان في لخبطه ما بين الب والد. الباء بيكون الدائرة in the right side في الجانب الأيمن، والدا السيركل بيكون in the left side. نمبر 4، حطيت لي 3 vowels، 3 vowels. أول vowel أو أول صوت ا، وده هو عبارة عن صوت الكسرة في اللغة العربية. وبعدين اللي بعده بينطق اي اي، هذا اي ينطق أ والآ ينطق اي. وتر صوت اللي هو الشورت او ينطق او كأنه ضمة. نمبر 5، فيهم صوتين بيطلعوا من الأنف اللي هو اللي هو الام والان، مخرجهم بيكون من الأنف. والصوت الثالث اللي هو و و، وده بيكون زي الواو المشدود او العلاشد. نمبر 6، واحنا قلناها فوق اللي هو حرف الاف، وبعدين س س وبعدين ز ز. Activity 2، write the beginning letters for each word. Beginning letters اللي هو الصوت الافتتاحي للكلمة أو الصوت الأول. هنكتب هنا نمبر 1، دي صوت فيش، يكون الصوت ف. حاول نغير لون عشان يبان أكتر. طيب anyway، مش عايز اتغير، هنغيره المره الجايه، اتغير بالفعل. طيب نمبر 2 هي صوره duck duck، و beginning letter هو د، صوت د. بعدين عندي صوره van van v. بعدين صورة elephant elephant وصورة a. بعدين صورة gate، gate هي البوابة الكبيرة أو بوابة الفيلا أو بوابة المكان، يعني بوابة كبيرة بتبقى gate، صورة g g. نمبر 6، صورة ship، الصوت ش هو عبارة عن
صوت حرفين مع بعض الاس والاتش. نمبر 7 صورة اكس، واول صوت ا. بعدين هنا نمبر 8 اي ثينك اتس براون، لون بني يكون ب. وبعدين عندي صورة ويندو، ويندو دبليو او دبليو، وبعدين صورة ليف حرف ال. activity 3 say each sound to get from the start to the end. المطلوب هنا ان انا هبدأ من هنا عند كلمة start، اقول صوت صوت الى ان اصل الى end. هنبدأ مع بعض. اول صوت اللي هو و و، بعدين رر رر، بعدين ز ز، ك ك، ج ج، ب ب، ف ف. طبعا صوت او حرف الاتش من الاصوات اللي بتطلع من الحنجره. بعدين طبعا قلنا ان هو بيطلع من الانف. والصوت با بيطلع من او لازم المس الشفايف، يلمسوا بعض ويطلع هوا عند تلامس الشفايف. بقول با با، وبعدين تا تا، ووصلنا الى اند، نهايه الشيء اللي احنا بنعمله. بكده نكون عملنا مراجعه على الفونكس اللي خدناها مع بعض. شكرا جزيلا لسماعكم، كان معكم مستر ايهاب.